جيرمان. لا بيكا الى تشافي في منتصف الملعب، هو حكيم حكيم كاتالونيا برمتها. تشافي ميسي امامنا يلعب الكره في الامام انياستا داخل منطقه الجزاء. يا سلام من البدايه، فعلوها الكتالان، فعلوها الكتالان، وانياستا يحكي باولى الاهداف والامان والضمان من البدايه للبرشا بهدف الاول لكلاسيكو كما توقعنا كما تمنينا. يبداها انياستا بهدف اول. شوف التمريره الماضيه، ليونيل ميسي غاب في اللقطه الماضيه عن التهديف ولكن تولها انياستا. الجود في الموجود، ان غاب ميسي فالحل موجود باقدام الرسام الذي يدون الهدف الاول ويعانق الشباب بل يعانق المتعه الاولى في الكلاسيكو عن طريق انياستا. هدف اول ياتي امامنا، ميسي وجه له كلمه قال نجيب الهدف الاول وريحنا من عذاب البدايه، فاتى بهدف اول عن طريق انياستا وكاتا الذي يفرح في اول مره من الانتصار كلما فات الدور الحرفيه والراسيه. يا عاد الريال، عاد الريال، عاد الريال، وياتي الرد من جانب الريال. اتى الجواب بعدما احكموا الصواب وانهوا العتاب في رد الاياب وفي لقاء الاياب. تفرح مدرجات مدريد بهدف ثاني وتنتفض سانتياغو بهدف ثاني. هدف التعادل وما فيش حد افضل من الاخر. شوف الكره الماضيه دي ماريا، كره حرفيه 100% وراسيه ولكن بقوه عين وحمره عين، هي عايزه درب المرمى تعانق الشباك. وكره ليست للصد، كره ليست للصد وليست للرد يا فالدس، تعانق الشباك. واتى الجواب بعدما احكم دي ماريا هذه المره الصواب، بعدما احكم هذه المره الصواب وانهى العتاب واتى بهدف الاياب لدي ماريا. 1-1. كفر عن سيئات ما مضى من مباريات يا غالب بيل وعن الانتظار الذي طالت جماهير الريال له وعن الهجر الذي ظل عليك من المهاره. كره حرفيه بنزيما، يا سلام عليك، يا سلام عليك، ياتي بثاني الاهداف. هدفين هدفين ولعبه سر العين من جانب كريم بنزيما الذي يتصدر بثاني الاهداف. وها هو الريال يعيدها مجددا وينونها مجددا ويكرم وفارة الضيف كريم بنزيما، اسم على مسمى كما سميناه، مجددا تدرب له الكفوف تشجيعا وتصفيقا، بل ليس سانتياغو وحسب بل ملايين الانظار فرحا وطلبا بهدف ثاني ياتي عن طريق بنزيما. بنزيما ما اجملك حتى الان عريس الكلاسيكو. شوف الكره سيناريو للمره الثانيه وكرر، استلام ياتي امامنا وتسديده تعانق الشباك. شوف بنزيما كان وين وظهر في غمضة عين وهدف يسر العين، هدف يملى العين ويسر العين فرحا وطربا ترويضا ومعانقا للشباك. وللمرة الثانية فالديس هدف للفرجة وليس للتصدي، هدف للفرجة وليس للتصدي. شوف الكرة العرضية منزولة بالمسطرة والقلم من جانب دي ماريا، عنوان التمريرات ووسط الكرة. 1-2 والثالث ثواني ارجنتيني يلعب داخل منطقة الجزاء. ميسي ملعوبة، يا سلام يا ميسي، يرد بهدف ويصنع التاريخ ارضا، يصنع التاريخ ارضا. هدفين هدفين وهدف يسر العين يا ارجنتيني، ما في منك اثنين، ما في منك اثنين. وهدوا هدوا، يبدا الصراع هنا امامنا، يبدا الصراع امامنا ويبدا التناحر والتلاحم امامنا، ولكن الارجنتيني يظهر في غمضة عين، يظهر في غمضة عين وياتي بهدف يسر العين. وارجنتيني ما في منك اثنين، ما في منك اثنين. بهذا الهدف ليونيل ميسي بهذا الهدف يصرع التاريخ ارضا ويقول لستيفانو صبرا صبرا، فهذه ليست الا البدايه، والقادم عجبا وطربا، والقادم عجبا وطربا. الان بهذا الهدف يعتلي عرش التاريخ ب 19 هدفا، 19 هدفا لليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي للنجم الكبير الفريدو دي ستيفانو. شوف الاعاده كان وين وجا من وين ولعب وتو 1-2 وهدف في سر العين ويملى العين مسره من ليونيل ميسي. وبعد ذلك كان التلاحم والحوار البدني موجود، عارف من جانب نيمار مرور ياتي امامنا وليونيل ميسي في اللقطه الماضيه كما ذكرنا يرد بهدف. وليونيل ميسي اللاعب الذي يصارع التاريخ في ذاته بل يستسلم له التاريخ الان. الان ليونيل ميسي التاريخ يرفع يديه
ويعلن استسلامه لليوم، ولكن ركلة جزاء الدن بخفيفة من العون يدون الدم العرب، يدون الدم من العرب. نعم، وإن غاب وإن غاب فلا بد من العودة، وإن طار الصبر والهجر في ليلة من ليالي الفجر للسانتياغو يطل الدون عليهم كالبدر ويداوي الهدف الثاني للريال، والغدر للكتلان ويضرب بالغدر للكتلان كريستيانو رونالدو الذي يظهر في الشوط الثاني بعد أن طال الصبر يا كريستيانو في الشوط الأول وبعد أن طال الهجر في الشوط الأول، ها هو يظهر كطلعة البدر بركلة جزاء يدونها ويعلن عن الثلاثية. ويا متعتك يا كلاسيكو، يا متعتك يا كلاسيكو، وتستمر فرحة المدرجات المدريدية، تستمر فرحة المدرجات المدريدية هنا سانتياغو برنابيو. هذا الملعب يستجمع الآن صرخة 84,000 مدرج ويصرخ بها على نغمة واحدة، على صرخة واحدة، كريستيانو ميسي لمعانقة التاريخ. ليونيل ميسي مجددا تعود على كسر الارقام القياسيه وتعود ان يكون عنوانا دوما. ليونيل ميسي البحث عن الهدف العشرين في الكلاسيكو الخالد لليونيل ميسي. نظرات يتمنى ان يكون اللقاء مع الشباك. ميسي بلعوبه، نعم، يضعها في المرمى، يضعها في المرمى الفتى الارجنتيني ويدون الثلاثيه، ثلاثه اهداف. وليونيل ميسي عنوانا للارقام القياسيه لهذا الارجنتيني الذي حتى الان في مهاراته، مهارات عن الفهم عصيه، مهارات عن الفهم عصيه، حير الافكار واصبح سر الجاذبيه. وجماهير البرشا يا ميسي، جماهير البرشا اصبحت كل صبح وعشيه تحمد الرب على هذه الهبه الارجنتينيه. ليونيل ميسي رابع ثالث الاهداف، ثالث الاهداف يا الارقام القياسيه. ليونيل ميسي امام بنظرات تبحث عن الهدف واخرى تبحث عن التصدي. ميسي يحاول التقدم، ليونيل ميسي، نعم، يضعها في سقف المرمى، نعم، في سقف المرمى، ويصرع التاريخ مجددا، يصنع التاريخ ويصرع التاريخ، بل يستسلم له التاريخ، يستسلم له التاريخ ويعلن التاريخ حدادة على ليونيل ميسي. يعلن التاريخ حدادة أمام ليونيل ميسي، ينسحب التاريخ ليصبح اسم التاريخ هو ليونيل ميسي للتاريخ، ليصبح اسم التاريخ هو ليونيل ميسي للتاريخ. يعيد ذكرى أول هاتريك عام 2003، يعيدها مجددا ليونيل ميسي عام 2007، يعيدها مجددا ليونيل ميسي ويدون الرباعية، يضعها في سقف المرمى للاعب يعتلي عرش الكلاسيكو، بل يعتلي عرش كرة القدم، بل يعتلي عرش كرة القدم. يا جماعة، إذا لعب ميسي